مستمرون في فتح ملف الطاقة والاستهلاك والترشيد بكل أبعاده. قبل يومين هنا في الاستوديو كنا نتحدث عن إعداد فريق سعودي مستقبلي سيقود مستقبل كفاءة الطاقة في المملكة. اليوم نركز على زاوية ربما كانت غائبة لكثير من الوقت، قطاع النقل وكميات وطريقة استهلاكه للطاقة. كي نفهم حكاية الطاقة من حولنا لنعد قليلا إلى الماضي. ضوء صغير لا يكاد يكشف شيئا، بعده تغير كل شيء. كبرت سعادتنا وازدادت أفراحنا بعقود مصابيح تجعل الليل نهارا. الطاقة التي التقطت العالم الشاسع من الفضاء وجمعته في غرفة صغيرة، ألا تستحق أن نحافظ عليها؟ لنا ولأبنائنا، المركز السعودي لكفاءة الطاقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي عضو فريق النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المهندس نايف الحميض. مهندس نايف حياك الله معنا في أهلا. حياك الله أستاذ مفرح، أمسي عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك. يمكن موضوع جديد بنتكلم عنه اليوم، بس قبل ما ندخل خلنا نتكلم شوي عن الحملة اللي عرضناها، طاقتنا لنا ولأبنائنا. تفاصيل هذه الحملة. ممتاز. الحملة اللي تبقى طاقتنا لنا ولأبنائنا هي بدأت الأسبوع الماضي وتمتد على مدى 5 أسابيع. طبعا الحملة هدفها أنه توعي المستهلكين والمواطنين والوافدين بشكل عام أنه بقضية الطاقة وأهمية الطاقة والحفاظ على الطاقة، إلى جانب أنها تتطرق إلى السلوكيات اللي يجب اتباعها للحفاظ على هذه الطاقة. طيب الحملة مستمرة إلى متى؟ هي على مدة 5 أسابيع. أيه؟ مضى منها أسبوع والآن إحنا بالأسبوع الثاني الحملة. جميل جدا. هذه النسخة الأولى من الحملة ولا قبلها أطلق شيء في الأعوام السابقة؟ لا، في الأعوام السابقة هي بدأت الحملات من عام 2014. كان في عدة حملات، كان في كل في عام أكثر من حملة، في حملات خاصة بالمباني، في حملات خاصة في قطاع النقل. ممتاز. حملات متعددة. نتكلم على 4 سنوات. نعم. بصراحة كيف كانت النتائج؟ الناس فهموا كفاءة الطاقة وطريقة الاستخدام معها؟ نعم، يبين الأثر بعد الحملة. فمثلا لو شفنا حملات المباني كان في الاستفسارات أكثر عن بطاقة كفاءة الطاقة، كيف أحصل على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية سواء مكيفات، ثلاجات وغسالات، أيضا بنفس الموضوع بالنسبة للسيارات والإطارات. فكان يبين الأثر اللي هو كثرة تساؤل المستهلكين سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيره، فهذا كان يعني يبين مدى أثر الحملة. وش طرق التواصل معكم في 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 كفاءة الطاقة؟ فيه حساب بتويتر، حساب اللي هو اللي تبقى، وفي أيضا التواصل عن طريق المركز بشكل مباشر. جميل جدا. في أيضا بالسوشيال ميديا بكل وسائل التواصل الاجتماعي موجود حسابات للمركز السعودي كفاءة بس الطاقة. يكتب المركز السعودي لكفاءة الطاقة. نعم. ويقدر يستفسر عن أي شيء هناك. طيب خلنا ندخل شوي إلى قطاع النقل. قطاع النقل يمكن واحد من أكثر القطاعات اللي يستهلك طاقة. إذا في إحصائيات معينة كم نسبة استهلاك قطاع النقل للطاقة؟ ممتاز. قطاع النقل يعتبر هو ثالث أكبر استهلاك للطاقة. استهلاكه يمثل 22% من إجمالي استهلاك الطاقة بالمملكة. طبعا القطاع الأول الأكثر بالاستهلاك هو قطاع الصناعة. أيه؟ يليه قطاع المباني ثم قطاع النقل اللي هو 22% من الاستهلاك الطاقة. طبعا هذا الرقم بما في شك أنه رقم كبير يعتبر. وعلى هذا الأساس تم تشكيل فريق النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة للحد من الاستهلاك الكبير في الطاقة. كيف بتحدوا من هذا الاستهلاك؟ الحد من الاستهلاك عن طريق عدة مبادرات أطلقها البرنامج. المبادرة الأولى كانت معيار اقتصاد الوقود وهدفها تقليل الاستهلاك من خلال السيارات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة. أيضا في بطاقة اقتصاد الوقود اللي تلصق على السيارة، تكون موجودة على السيارة الجديدة، من خلالها المستهلك يقدر يقارن بين السيارات، يشوف كمية استهلاك السيارة هذه كم تستهلك من الوقود. وكان في مبادرة ثالثة اللي هي المبادرة الثالثة وطبقت أيضا كذلك، اللي هي مبادرة مقاومة الدوران الإطارات، طرق التقليل الاستهلاك من خلال الإطارات.
كيف يا ريتك تشرح لنا هذه الثالثه وبنرجع للوقود لانها مهمه، بس خلي اشرح لنا موضوع الاطارات. الاطارات يمكن هذه من اكثر استفسارات تجي الناس، تقول كيف انا اقلل من استهلاك عن طريق الاطارات. حلو. الاطارات لها مقاومه للدوران، اي سطح معين يمشي على الارض له مقاومه للدوران تعيق من سريان هذا الاطار. والاطار نفس الموضوع، هو عندما يعني لما يكون يمشي على الارض فله مقاومه، المقاومه هذه مقاومه الدوران هذه لابد ان ياخذ قوه اكبر من المحرك عشان يتغلب على المقاومه هذه. طبعا فيها وعلى هذا الاساس اصدرت المواصفه مطبقه باوروبا وعده دول، هي هدفها تقليل هذه المقاومه. اذا اخذ قوه من المحرك يعني استهلاك بنزين اكثر. بالضبط. طيب الحين المشكله في الاطار نفسه ولا في الارضيه اللي يمشي عليها الاطار؟ المشكله في الجزئين كلهم، لكن احنا نعالج قضيه الاطار نفسه. كيف تعالج؟ في مواد تضاف للاطارات تحسن من المقاومه. مواد وش هي؟ في مواد، وفي ايضا الى جانب المواد فيها طريقه تصميم الاطار. فيها يعني عده طرق لتقليل الاستهلاك عن طريق الاطارات هذه. طبعا الشركات الصانعه، كل شركه صانعه لها طرق فنية تختلف عن الشركات الأخرى، ففيه عدة طرق للشركات الصانعة. طيب الخوف من وين يجي مهندس؟ أنه في إطارات عندنا مقلدة مغشوشة شركاتها غير جيدة، من وين يجي الخوف؟ بالنسبة للمغشوش هذه طبعا تعالجها وزارة التجارة والجمارك. بس فيه؟ فيه والله ما أقدر أنا صراحة، ولا هو مجال يمكن اختصاص، نحن بقضية الاستهلاك فقط، لكن قضية المغشوش والمقلد وزارة التجارة لها حملات يعني. طيب من الاستهلاك يعني، هل إذا في استهلاك زيادة يعطيكم انطباع أنه في إطارات مغشوشة؟ احنا حقيقة ما نقدر نقيس كل إطار، احنا نسوي فحص للإطارات ونتأكد من صحة البيانات اللي زودتنا فيها الشركة الصانعة، ناخذ عينات عشوائية من الأسواق ونحيلها المختبرات. طيب معناته عندكم معلومة. نعم. هذه الأمور كلها وصلتكم إلى أنه في أشياء غير جيدة؟ لحد الآن لا، نسبة الالتزام بينت مع نسبة الالتزام كبيرة جدا الحمد لله. طيب الوقود. نعم. كيف اليوم أنتم تبغون توعون أصحاب السيارات أنهم يرشدون في استهلاك الوقود؟ كيف؟ ممتاز. في جانبين، جانب اللي هو عنده الرغبة بالشراء، اللي هو قلنا بطاقة اقتصاد الوقود، ممكن يشوف بطاقة اقتصاد الوقود ويعرف كمية استهلاك السيارة، هذا إذا كان يرغب بالشراء. الجانب الآخر اللي هو السلوك، سلوك القيادة. سلوك القيادة له أثر كبير في قضية الاستهلاك. ممكن أشتري أنا سيارة مرشدة أو قليلة الاستهلاك، لكن بسبب سلوك القيادة تكون الاستهلاك عالي جدا، وتجي بعض الأحيان الشكاوى من المستهلكين يقول أنا أخذت سيارة اقتصاد الوقود مسجل لها كذا، لكن وجدت على أرض الواقع أن استهلاكها أكبر. أحد الأسباب هو طبعا سلوك القيادة. فالقيادة المتزنة لها أثر كبير، في تصل إلى 25% و30% من التوفير في الاستهلاك. وش أبرز السلوكيات اللي في القيادة يجب أن نغيرها علشان نقدر نرشد في الطاقة؟ ممتاز. يمكن من أبرز الرسائل اللي احنا نوجهها هو قضية التسارع والتباطؤ. دائما نقول تجنب أنك تتسارع وتتباطؤ بشكل مفاجئ ومتكرر دائما. في بعض يمكن الناس يكون ما يبدأ بشكل سلس بالسواقة، لا يصير تسارع يعني بشكل سريع او بشكل مفاجئ. يعني خلينا نشرحها كذا ببساطه مهندس. نعم ممتاز. يعني الضغطات المختلفه. نعم. على البنزين، اي الدعس على البنزين بشكل قوي، هذا يعني يزيد من الاستهلاك بشكل كبير. ايضا السرعات، طبعا السرعه ما فيها شك انها لها الاثر الكبير على السلامه، طبعا السرعات العاليه. لكن الى جانب السلامه في قضية الاستهلاك، ففي دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة الأمريكية توضح أنها تقليل الاستهلاك، تقليل السرعة عفوا، من 130 كيلومتر في الساعة إلى 110 كيلومتر في الساعة تقلل من الاستهلاك بنسبة 15%. وأيضا 15. نعم. يعتبر معدل. إيه. وعلى 20 كيلو قاعد نتكلم، فيه نسبة معدل كبير، ما بالك إذا قللت بشكل أكبر. وعادة تحسب القيادة المثالية دائما تكون السيارة بأفضل كفاءة لها، طبعا تتراوح تختلف من سيارة الأخرى، لكن عادة بالمتوسط تكون عند 80 كيلومتر بالساعة، هي تعتبر القيادة المثالية. يعني الآن إذا واحد ساق بسرعة 80 هو المعدل الطبيعي لاستهلاك الطاقة؟ هذا المثالي. هذا المثالي. نعم طبعا أكيد احنا ما نقول بالطرق السريعة نمشي ب80، لكن هذا خلينا نتكلم عن القيادة المثالية. لكن زي ما قلنا إذا أنت تمشي مثلا 130 ولا 140 قل السرعة إلى 110
هذا طبعا بالنسبة لسلامتك له دور كبير بالنسبة للسلامة. أيضا ساهر وقضية السرعة والمخالفات المرورية ويقلل من استهلاك الوقود. طيب استهلاك الوقود الآن المعلومة أنه كل ما يعني زدت السرعة عن 110 كل ما استهلكت أكثر. نعم. في نسبة واضحة للاستهلاك هذا كم يفرق؟ هي حقيقة ما هي علاقة خلينا نقول علاقة خطية أو علاقة طردية. طردية بشكل 100%، لا تختلف حسب السرعات، لكن زي ما قلنا من 130 إلى 110 هذه تقل من استهلاك بنسبة 15%. جميل. مهندس اليوم اللي رايح يبغى يشتري سيارة جديدة، نعم، وش النصائح اللي توجهونها له بخصوص السيارات المرشدة للطاقة؟ ممتاز. النصيحة الأولى نقول اطلع على بطاقة اقتصاد الوقود، قارن بين السيارات اللي أنت حاب تشتريها من خلال بطاقة اقتصاد الوقود. بطاقة اقتصاد الوقود فيها كمية الاستهلاك بالكيلومتر لكل لتر، وفيها مستويات من ممتاز إلى سيء جدا. احرص دائما أنك تأخذ السيارة اللي مستواها ممتاز أو جيد جدا حسب المتوفر يعني من الفئة هذه، فاحرص دائما أنك تأخذ السيارة المرشدة من خلال اطلاع على بطاقة اقتصاد الوقود. جميل. طيب لو أحد يعني في باله في خاطره يبغى يشتري سيارة معروف عنها أنها تستهلك بنزين كثير، في طرق معينة يقدر يعملها وترشد من الاستهلاك البنزين؟ عفوا، اذا طرق كسلوكيه قصدك؟ يعني سلوكيه مع الشركه نفسها مع التصنيع، في شيء معين ممكن يعمل في هذا الجانب ولا لا؟ اي عاده احنا عند الرغبه بالشراء نقول فيه من النصائح نقول دائما لا تنظر الى موضوع مثلا سعه المحرك، ان المحرك الكبير هذا افضل، ممكن يكون من ناحيه الاداء، ممكن يكون محرك صغير لكن فيه تقنيات افضل واستهلاك اقل. واستهلاك اقل بالضبط. فما هو بالضرورة حتى من ناحية الأداء أن تكون المحركات الكبيرة أنها تكون أدائها أفضل من المحركات الصغيرة، في زي ما قلنا التقنيات، سواء تقنيات المحرك نفسه، تقنيات الجير، انسيابية الهواء، إلى جانب طبعا بعد الشراء زي ما تفضلت هو قضية السلوكيات. طيب أخيرا مهندس، إذا التزمنا بسلوك القيادة اللي يرشد للوقود، هل في إحصاءات مستقبلية أنه كم بنرشد من الوقود أو كم بنستطيع أن نوفر؟ لا والله تختلف، لأنها تختلف من شخص إلى آخر. لو شيء تقديري يعني. حتى والله تقديري ما نقدر يعني نجيب نسبة، لأن ممكن في أشخاص هم أساسنا الآن مرشدين، فما عندنا قياس لكم نسبة الترشيد أو كم كيف طريقة سلوك القيادة عندنا في المملكة، فأساس نبني عليه وبناء عليه نقدر نقول النسبة هي كذا. ممتاز. طيب بصفة عامة احنا كمجتمع في تعاملنا مع السياره كشراء كقياده ككل شيء، هل نعتبر مرشدين ولا مسرفين في موضوع الطاقه؟ والله ما نقدر ايضا هذه تختلف، يعني ما عندنا صراحه الاحصائيه تقيس لنا مواقعنا او وين احنا في قضيه الاستهلاك. أترك لك كلمه اخيره واعتبرها جزء من الحمله التوعويه تقولها للناس، وش تقول لهم؟ والله انا انصح الناس كلهم انهم ياخذون المعلومه من المصدر الموثوق، لا يعتمدون على مصادر غير موثوقة أو كلام ناس، أو لأنه تواجهنا أحيانا في الحملات أنه سمعت أو قلت، خذ المعلومة من مصدرها الأساسي ومصدرها الموثوق. المهندس نايف الحميضي شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا، وما راح ألقى كلمة يمكن أختم فيها أفضل من هذه الكلمة، أنه خذ المعلومة من مصدرها الموثوق. وأنا أتمنى أنه كلنا كمجتمع نكتسب ثقافة التعامل مع الطاقة اليوم، لأنها واحد من أكبر المجالات اللي تدعم الرؤية السعودية، اللي تدعم المستقبل اللي إحنا جالسين نحلم فيه وننتظره. بعد الفاصل مكملين معكم في أهلا.